ولا دابا في المرحلة المقبلة شنو باغيين تدعيوا للاجتماع ديال اللجنة التنفيذية؟ احنا دعينا، واخا ما كاينش فيه شبط. لا احنا دعينا لاعضاء اللجنة التنفيذية كلهم، وبالنسبة لنا دابا اعضاء اللجنة التنفيذية شاه بعض عضو منهم، نضع انه دابا امين عام وعضو، قال امين عام راه فوت اختصاصه، وواحد من ذوك الاعضاء يجوا يترأس يترأس اللجنة التنفيذية، واحد من الاعضاء اما الكاحل اما البقالي اما مضيان، ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة، يجي أي واحد منهم ويترأس الجلسة ونتكلموا في جميع المواضيع اللي خصنا نتكلموا فيها. ولا ما تفتحش المقر غادي يديروا خارج لا إلاش؟ إلا ما فتحوش لكم المقر. لا، لا كلام ثاني. مازال ذاك ماني قايل فيه شي كلام، ذاك عنده وقته عنده. لا ما فتحوا لنا. واش غاترشح انتخابات؟ لا. الأمانة العامة. لا بتاتا. قد عند نزار براه. لا. أنا ما داعمين حد دابا باش ما تقلطوا. أول نوبة نزار بركة باش تعودوا عارفين هو ولد الحزب. ولكن ما عندوش الحق في الترشيح. بلاتي الله يخليك، بلاتي أحمد الله يخليك. نزار بركة ولد الحزب. سابقني أنا. في الحزب. خلق في الحزب وترعرع في الحزب. وكان وزير المالية ديال الحزب. والنهار اللي بقى شباطي خرجنا من الحكومة، منين طلبوا يقدم استقالته كان هو الثاني يقدم استقالته، أول واحد قدم استقالته هو عبد الصمد غيوح وجاب نزار. احنا عندنا فصل في القانون 54 كيقول ما يترشح ما هو حد اللي في لجنة دابة، احنا اللي لاد الله ذاك الفصل غير ديمقراطي لأنه دار في الأول ضد الوفا. شوف لا لا, لا 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 بلاتي 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 اسمع، أنا الوفا كان عزو وكان بقي وما جا ضده، لا ذا كان سابقا ملي فصل ثاني ما ترشح ما ولعت عندك ولايتين في هذا كذا فصل درناه جا وصافي جاء حماية اللجنة التنفيذية والله والأمين العام والله أي جاء ما ضد الوفاء اللي يقول عنه ضد الوفاء لا. لا 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 الوفاء صرح في سابق المؤتمر بنهار عنه لا معني بالمؤتمر الحق لله ماشي بأنه كذا اللي بقينا احنا هو الديمقراطية داخل الحزب ذاك الفصل يتغير ولين قيروه إلى رد الله ومرحبا يترشح شباط والله يترشح انا انا مازال الى حد الان ندعم اللي وافقت عليه اللجنه التنفيذيه اللي وافقت عليه شوف اسمع نقول لك احمد اللي انا ما قادر نعود بحال شباط ندير قراري وحدي لا انا ما نترشح يا سيدي ما نترشح في مجلس المستشارين تجبتي النص ديال يعملوا يقر ما مترشح الا مانا ديال ما نقدر نسير حزب استقلال جوج الجهات شوف يا سيدي نصرح لك ما نقدر نسير حزب استقلال كابين عام ما نقدر نسير حزب استقلال الاسباب اسباب الحزب كبير ويقلبني ماشي صحيه ولا لا 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 لا, لا ماشي حساسيه ولكن ما نقدر نسير حزب استقلال تواضع منك لا ماشي تواضع الحقيقه عادي احد قال الحقيقه ما فيها باس ما نقدر نسير حزب استقلال سيرتي العيون يقير لا لا سيرت العيون مدينه ما هي حزب هذا حزب فيه الشبيبه وفيه النقابه وفيه وفيه البنات وفيه المجلس الوطني وفيه والعيون فيها قبائل اسمع 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 احمد تدخلت اعقد انا ما مترشح انا ما مترشح الا ما ولا نخممها ولا نخممها انا اللي دارت لجنه التنفيذيه اللي انا واحد منها انا موافق عليه أعضاء لجنة التنفيذية أي واحد منهم بغى يترشح ما عنده حتى شي مشكل وإلا جاوا ملي واحد من المجلس الوطني وبغى يترشح والله واحد من الحزب استقلال وبان لك فيه غدعموا ولا برنامج لا ما نقدروا ندعموا حد مزال أنا ما نقدر نقول لك عنا اللي ندعموا حد احنا الأهم عندنا الواحد دابا هو الأمين العام حميد شباط خصو يفهم أنه خصو يتمزرق يدير الديمقراطية وإلا بغى يترشح يترشح وإلا نجح في المؤتمر ذا شغله غير بالديمقراطية.